تونكتو تونس الحدث. أنا مش هطرح عليك سؤال، هل بإمكان المجلس التأسيسي اليوم حل نفسه بنفسه كما طرص عليه النقطة الأولى من المشروع؟ نعم بإمكانه من الناحية، نعم هو الذي انتخبه بالطريقة التي تم اعتمادها، ولا شيء يمنع المجلس الوطني التأسيسي من أن يضع حدا لوجوده القانوني بنفسه، هو الذي يضع تنظيما مؤقتا جديدا للسلطة لإدارة مرحلة انتقالية ثالثة، ويقوم بعد ذلك بحل نفسه بإنهاء وجوده القانوني. لهذه تعديت للنقطة الثانية. نعم. الأولى والثانية مع بعضهم. يعني العملية هو الذي كان يفترض أن يضع دستور، ولكن الدستور الذي سيضعه في ظل التوازنات الحالية التي أفرزتها الانتخابات وفي ظل الأزمة التي تعصف بتونس اليوم لن يكون حلا للمشاكل، لأن التأسيس الجديد يقتضي فكرا سياسيا جديدا. الفكر السياسي بوجه عام مع احترامي للجميع اليوم صار في حالة موت سريري أو في حالة موات، ولا يمكن أن نضع دستورا جديدا يستجيب لمطالب المرحلة بنفس الفكر. إن كنا نريد التأسيس من جديد يجب أن نقرأ قراءة موضوعية الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع الذي عرفته تونس على مدى أكثر من 5 عقود، وإلى الوضع الذي تعيشه تونس اليوم. من بين أهم الأسباب التي يتجه التأكيد عليها في هذا السياق هو أن النائب في تونس لا يشعر أبدا أنه مسؤول أمام ناخبيه، بل يشعر فقط أنه مسؤول أمام الجهة التي رشحته للانتخابات. مسؤوليته تكاد تكون منعدمة، وتلاحظون في كثير من الأحيان أن الذين يتم ترشيحهم من قبل الهيئات المركزية لأحزابهم يتلقون التهاني بمجرد الترشيح، ثم ينسى الناخبون. الناخبون لا يتم التعامل معهم كمواطنين إلا يوم الاقتراع. تونس الحدث.